دينا نتحول سريعا إلى موسكو لنقل المؤتمر الصحفي الذي يعقد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف عقب مشاورات 2+2 في العاصمة الروسية. ونحن نتوحد لمكافحة الإرهاب، ولا بد أن نقوم بالتعاون معا لمكافحة الجماعات الإرهابية، ونحن نوحد جهودنا مع كافة أعضاء مجلس الأمن ومع مصر لاتخاذ قرارات حسنة بشأن تسليح الإرهابيين. أما بالنسبة للشأن السوري، فأصدق أن المصريون يعتقدون أنه يمكن أن توصل إلى حل فقط من خلال ربط كل الأطراف وقيام بالحوار الإقليمي مع كافة الأطراف في مجلس الأمن، كما أكدنا على رغبتنا في تنسيق الجهود في سوريا، وتبادلنا آراء حول القضايا المختلفة حول الوضع الليبي وحول دور مصر وجيرانها، ونحن نحاول الوصول إلى توجهات مشتركة من خلال الحوار الإقليمي. أما بالنسبة للوضع في اليمن، وأما بالنسبة للوضع في إيران، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية إيران، فإن وزيري الدفاع قام بمناقشة كافة سبل التعاون التقني، كما تحدثنا حول الصراع العربي الإسرائيلي، ونحن نعلن التزامنا بقرارات الأمم المتحدة حول مبادرة السلام العربية، ونحن سنراجع كافة المبادئ والشروط التي ومدى تنفيذها على الصعيد الدولي، ونحن نقدر دور مصر في تقديم المساعدة ودعم الشعب الفلسطيني. كما نقوم بتقييم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، وقد أكدنا على رغبتنا في إيجاد حل مشترك حول مشكلة الأسلحة النووية، وقد تم اتخاذ قرار في عام 1995 بشأن توحيد جهودنا تجاه هذا الشأن، ولتجاوز العوائق التي يحاول بعض شركائنا خلقها. أما بالنسبة للمفاوضات الثنائية، فقد توصلنا إلى اتفاقات ثنائية من أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى القاهرة، وقد تحدثنا حول نتائج المشروعات التي ستعزز التعاون العلمي والتقني في بلدينا، ومن خلال إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وقد تم تجهيز بعض المؤسسات في مصر، كما نعبر عن رغبتنا في إنشاء منطقة صناعية روسية مصرية من خلال الاتفاقيات سيتم الانتهاء منها قريبا. لابد أن نتأكد من تقديم المساعدة السياسية لكافة الأصعدة
в ближайшие недели, наверное, даже уже эта договоренность будет оформлена نحن نرى أن هناك أساس جيد للغاية حول الإجراءات الأمنية الخاصة باتصالات الطيران أيضا وهناك تعاون عسكري حول بين الهيئات العسكرية في بلدينا безопасности и достигнутый уровень взаимодействия. Мы нахно родин делегация хавла. Решение в перспективе вопроса о возобновлении полетов российской авиации. Алакат бейн аль-баладайн. Хургады. والنتائج المثمرة التي توصلنا إليها والتي تعزز من تعاوننا معا. Не допускать повторения трагических событий. لاستعادة الأمن في المنطقة. Шоков российского авиалайнера над Синаем в октябре 2015 года. В целом мы весьма удовлетворены تمن من اجتماعات صيغة 2+2 التي تجمع وزيري دفاع وخارجية مصر وروسيا وأن أؤكد تقديري والسيد وزير الدفاع لمعاليكم ومعالي أود بداية أن أعبر عن سعادتي بالتواجد مرة أخرى في موسكو بمناسبة عقد دورة جديدة من اجتماعات صيغة 2+2 التي تجمع وزيري دفاع وخارجية مصر وروسيا وأن أؤكد تقديري والسيد وزير الدفاع لمعاليكم ومعالي وزير الدفاع الروسي للمناقشات الجادة والصريحة التي اتسمت بها تلك المشاورات بشكل يؤكد من جهة متانة العلاقات بين مصر وروسيا ويسعى من جهة أخرى إلى تحقيق مصالح الدولتين وشعبيهما. إن عقد هذه الجولة من المشاورات لدليل واضح على تميز العلاقات المصرية الروسية، وقد حصيت العلاقات الثنائية بين البلدين بشق هام من المباحثات الثنائية، أخذا في الاعتبار إعداد المسؤولين من البلدين لاجتماعات اللجنة المشتركة التي ستعقد خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وما نتوقعه من اتفاقات تعزز من العلاقة الثنائية فيما بين الطرفين. كما تناولنا في جلسة المباحثات الثنائية وفي إطار صيغة 2+2 الملفات الإقليمية الهامة التي تهم البلدين خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي للأسف لا تزال تشهد حالة من عدم الاستقرار في عدد من دولها خاصة سوريا وليبيا، حيث تبذل مصر جهودا حثيثة في هذين الملفين لإعادة الأمن والسلم وتحقيق الاستقرار اللازم للنمو الاقتصادي الذي يطمح إليه شعب البلدين. كما تطرقنا إلى قضايا دولية هامة وفي مقدمتها التصدي للإرهاب. كذلك تطرقنا إلى تطورات القضية الفلسطينية والتعقيدات المتلاحقة التي تعتري عملية السلام والتصعيد الخطير الراهن وتوالي سقوط الفلسطينيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ندينه. مرة أخرى أؤكد على أهمية المباحثات التي أجريت في موسكو اليوم والتي تأتي في توقيت دقيق تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تطورات هامة عكستها مؤخرا زيارة الرئيس بوتين إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، وما أعقب تلك الزيارة من استئناف للطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، أملا أن تستمر آليات التنسيق بمستوياتها المختلفة بين المسؤولين من البلدين لتطوير العلاقات بينهما والعمل سويا على معالجة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وشكرا. Переходим к вопросам, пожалуйста, информационное агентство МЭНА.
سؤالي لمعالي الوزيرين، هل تمت مناقشة ما يتردد من احتمالات إرسال أو إدخال قوات عربية بما فيها مصرية إلى سوريا لدعم عملية التسوية؟ شكرا. تداولنا هذا الموضوع في إطار ما هو متداول في الساحات الإعلامية في المقام الأول، و كما أوضحت مصر في عديد من المناسبات أن خروج قواتها خارج أراضيها والعقيدة العسكرية المرتبطة بأن القوات المسلحة المصرية مهمها الرئيسية هي الدفاع عن الأراضي المصرية، وأن خروجها هو مرهون بإجراءات قانونية ودستورية محكمة. نحن لا نتطرق إلى هذه الموضوعات من مفهوم نظري أو احتمالات، وإنما هذه قضايا فيما يتعلق بمصر غير مثارة في الوقت الراهن على المستوى الرسمي. Да, как сказал мой коллега и друг, мы эту тему затрагивали в контексте обсуждения ситуации в Сирии, в контексте обсуждения действий так называемых внешних игроков, включая, конечно же, Соединенные Штаты. محكمة. نحن لا نتطرق إلى هذه الموضوعات من مفهوم نظري أو за нарушение, прямое, грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, которая не приглашала Соединенные Штаты и других участников возглавляемой США коалиции на свою территорию. И вторая цель, конечно, разделить финансовое бремя. Об этом в Вашингтоне прямо в открытую говорят. И я думаю, что все понимают, что стоит за таким приглашением. И мы ценим ту позицию, которую занял Египет. Пожалуйста, телеканал Раш Тудей. Халид Аль-Джубури, телеканал Раш Тудей, арабская редакция. Уважаемые министры, добрый день. Если можно, пожалуйста. Это и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, которая не приглашала Соединенные Штаты и других участников возглавляемой США коалиции на свою территорию. И вторая цель, конечно, разделить финансовое бремя. Об этом в Вашингтоне прямо в открытую говорят. И я думаю, что все понимают, что стоит за таким приглашением. И мы ценим ту позицию, которую занял Египет. Пожалуйста, телеканал Rush Today. Халид Аль-Джубури, телеканал Rush Today, арабская редакция. Уважаемые министры, добрый день. Если можно, пожалуйста, первый вопрос обоим министрам, если позволите. Сегодня или час назад, или меньше чем час назад уже открылось американское посольство в Иерусалиме. И очень много государств начали объявлять, что они тоже хотят перенести свои посольства в Иерусалиме. То, что, собственно, вызвало этот шаг, вызвал совместный протест со стороны Каир и Москвы. Не подскажите, пожалуйста, планирует ли Россия и Египет принять совместные меры по ограничению последствий этого шага? И второй вопрос, вот господин Сергей Викторович, если можно, пожалуйста, прокомментируйте. Сегодня начинается новый раунд. Уже начался новый раунд в Астане, вот девятый и первый после событий и бомбежки, которые были в Сирии со стороны Запада. Вот все эти последствия, все эти события повлияют на переговоры в Астане и на ход мирного урегулирования в Сирии? Спасибо. Ну, что касается вопроса об открытии посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, мы публично неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению. Об этом говорил и президент Владимир Путин. И мы убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества. А эти решения гласят, что все вопросы окончательного палестино-израильского урегулирования, а статуса Иерусалима, судьба Иерусалима, один из важнейших из этих вопросов, могут решаться исключительно через прямой диалог между руководством Израиля и руководством Палестины. Как вы знаете, Россия не раз предлагала свои услуги, свою территорию для того, чтобы такой прямой диалог помочь запустить, и это наше предложение остается в силе. Так что будем, да, и мы эту позицию подтверждаем в пользу
соблюдение всех договоренностей о том, как должно пройти урегулирование, включая урегулирование судьбы Иерусалима, неоднократно подтверждаем во всех наших контактах с Израилем. In all of our contacts with the leadership of Israel. And as regards your second question, yes, this is the ninth round that started today in Astana, the international meeting on Syria with guarantor states, Russia, Iran, and Turkey, with observers from Jordan. But most importantly, with delegations of the Syrian government and of the Syrian opposition. This meeting will discuss specific. سيقوم بمناقشة الخطوات لبعض القضايا الإنسانية، كما سيناقش الوضع في العملية السياسية التي نحن ملتزمون ببدئها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى كافة الشروط الخاصة بالحوار الوطني السوري. تمت الموافقة من قبل ديمستورا، ونحن سنبدأ هذا الحوار بطريقة فعالة للغاية، لأن الولايات المتحدة اتخذت وفرنسا والمملكة البريطانية اتخذ موقفا تجاه الحكومة السورية وحيازتها أسلحة كيماوية، وذلك قبل مراقبة المفتشين الدوليين. وقد قمنا بالتوضيح للجميع أن ما حدث لا يعد أبدا مناسبا، ولابد من تبرير موقفهم لقيام بهذا الاتجاه الهجوم، فهو ليس هجوم ضد سوريا فقط، ولكنه هجوم لكل الأطراف المرتبطة بالأزمة السورية. لقد أوضحت مصر ما تم تحقيقه في اتفاقية الأستانة وفي سيستمر هذا القرار الإحادي، سيستمر الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بقرارات الأمم المتحدة التي تضمن وجود تبني القرارات الخاصة بالحوار القومي الذي يؤكد على ضرورة احترام كافة الأطراف للاتفاقيات. Egypt has made it clear more than أوضحت مصر even when presiding in the UN Security Council. حتى في مجلس الأمن، إلا أن هذا الاتجاه الخاص بالولايات المتحدة يعارض كافة المواثيق ويتعارض مع كافة الاتفاقيات الخاصة بعملية السلام والمبادئ التي لابد من مناقشتها قبل التوصل إلى تسوية أخيرة. إلا أن الوضع في القدس لابد من تحديد الوضع في القدس من خلال المحادثات بين الدولتين، فالوضع حساس للغاية. With the feelings of the Palestinians, وهناك مشاعر بأن الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين All over the world. في مختلف أنحاء العالم مشاعر استياء شديد تجاه هذا القرار الذي سيلقي بعواقب وخيمة حول عملية السلام. ولابد من استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل لإنهاء التصاعد الأخير على الأراضي الفلسطينية. فهناك الكثير من الضحايا، وعلى المجتمع الدولي أن يهتم بهذا الوضع. فهناك مظاهرات سلمية للفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة وتكون عاصمتها القدس الشرقية. السؤال الأخير. My name is Mohammed Abulaiz. My question سؤالي يتعلق ب للسيد الوزير شكري سامح شكري. ما هو موقف مصر تجاه ما يحدث؟ And
attacks against Iranian targets in Syria. بخصوص استهداف بعض الأهداف السورية واستهدافها من قبل إيران. Egypt believes that تؤمن مصر أن أي تصعيد سيكون له تأثير سلبي the people of Syria, على الشعب السوري وعلى الوضع في سوريا. We support the international track as بعيدا عن المسار الدولي الذي أوضحه لمستورة والذي دعا كافة الأطراف إلى تحمل المسؤولية والعودة لطاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للمحافظة على الأراضي السورية وسيادتها والمؤسسات الحكومية وحماية المصالح الشعب السوري الذي يعاني منذ أكثر من 7 أعوام. A lot of destruction, large number of victims. فهناك أعداد كبيرة من الضحايا. And we saw وقد رأينا فرصة في مفاوضات السلام الأخيرة في جنيف. This was a serious blow. إلا أن هذا الموقف كان صفعة قوية للشعب السوري. لذلك نريد أن نهدئ من الوضع ونستأنف الحوار بين كافة الأطراف للحفاظ على سيادة الأراضي السورية. So Syria would remain as a country بحيث تظل دولة عربية موحدة. All external players without exception should respect Syria's sovereignty. فلا بد من احترام سيادة الأراضي السورية ولا بد من تجنب أي تصعيد يقود من تلك المساعي. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا مع حضراتكم هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري ونظيره الروسي السيد سيرجي لافروف بعد محادثات 2+2 والتي تعقد في موسكو. هذه المحادثات التي تم تفعيلها منذ عام 2013 تصبح مصر هي الدولة السادسة التي ترتبط مع موسكو بمثل هذه المحادثات بعد الولايات المتحدة الأمريكية و